ايه ممكن ايه ايه هو يصور صور المشروع اللي احنا عملناه مختلف شويه عن التراس اللي احنا عملناه. المشروع بيتكلم عن كيبل ستيك بريدج. هنشوف دلوقتي برزنتيشن عن الشغل اللي احنا عملناه، بعد كده نشوف شكل المشروع. ده بادج شغل عادي. دي الخطوات اللي احنا عملناها. اول حاجه الاختبارات، بعد كده الشكل اللي احنا اخترناه، بعد كده الستراكشر اناليسز بتاع الحساب، وبعد كده الداتا اناليسز والنتائج اللي احنا طلعناها وهكذا. شكل الاختبار، جهاز الاختبار بتاعنا. العينات ده بريسنج محطوط من تحت، دي عينات اتكسرت عند الضغط وهكذا. الواير اللي احنا استخدمناها وحمل القطع بتاعها، هي خيط عادي على فكره، مش واير يعني برامج يعني. الاختبارات اللي احنا عاملينها والجدول بتاعنا والبروجيكت. كل دي عينات كتف الضهر، كل دي عينات كتف الجسد. النتائج كانت مستفزه بصراحه، لان احنا كنا مستخدمين ورق نص بان، فكان الورق الخمسه من الشريحه كان بتشيل تقريبا ب 4 كيلو ونص، بتعدي رينج جامد. فالورق اللي احنا استخدمناه كان شديد، لذلك الدكتور لما طلب مننا نعمل سكان كبير، اخترنا ان احنا نعمل ارتفاعات كبيره عشان شكل الكوبري يبقى باين. ده الاوتوكاد بتاعه، الشكل اللي احنا عاملينه. ده التكاشن اللي عاملها، ده شكل العمود، كان بيطلع سكشن مرسوم عادي. حاطين له ستيكر كده في النص، ده شكل الطريق، الكاميرا اللي احنا شايفين عليه الطريق والحد اللي نازل من هنا. ده اللي فاكر الناس بتاعه عامل ايه احلى ازاي. ديفورمي تشين، شكل ديفورميشن. عملتها لها ايه بالكامل عشان دي؟ شايلناها احنا في الطبيعي، حملناها عشان تقريبا 11 كيلو ونص، بس انا ما رضيتش ازود. يعني هو شيل 10 بس احنا ما رضيناش. 7-10؟ ده في النص، لان العمود طوله 95 سم ماسك في قاعده 5 سم تحت، فعشان ما يحصلش لاترال لود ابتدينا ندعمه من الداخل. ايه؟
Thank you.
مديهم في المركز الدرجة. احنا حملناه ب 11 كيلو ونص مبدئيا من غير ولا طبعا متخيلين بحر الكاميرا متر ونص من زود زي ما انت عايز اللي انت عايز تزود زود احنا حملناه 11 كيلو ونص لحد بس ما الكاميرا رجعت لورا حتى الضوء ده حتى الضوء ده عشان الارتفاع بيبقى ده ارض ارتفاع عالي عشان يضيق للطيارات هي اوي لو في حاجه قريبه تعال من هنا عشان نصور.